قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإملاء له. وقال عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليه، أي يريد الله بالإحسان إليه إهلاكه درجة درجة، كما قال: وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ومغرور بالستر عليه. فحيث ستر الله عليه معصيه خدع وظن أنه لا يعاقب، ومفتون أي مغرور بحسن القول فيه بقول الناس الحسن فيه ومدحهم إياه، فيظن أنه عند الله كذلك. وما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء له بأن ينعم عليه بقصد أن يزيد إثما حتى يكون عقابه شديداً.